المدير التنفيذي لنادي بيراميدز الأستاذ محمد جمال العاصي هو من بدأ هذه المشكلة مع كابتن أحمد فتحي وكابتن محمد الشناوي. الأستاذ محمد جمال العاصي يعني أنا اللي أنا أعرفه أن كل المسؤولين يجب أن يكون مكانهم في المقصورة، اللي تحت هو فقط للمدير الفني والجهاز الإداري، ولكن أن يكون هناك مسؤول أو مدير تنفيذي في الممر أنا ما أعرفش إيه قانونيتها الحقيقة يا كابتن حشيش. ما ينفعش من عدم قانونيته، فده طبعًا. اول لا خطا طبعًا. حصل طبعًا. تاني خطا ازاي تستفز وازاي تتكلم مع لاعب مهما كانت الامور ومهما كانت نتيجه المباراه او كذا او كذا او كذا او كذا، تدي على مين على دماغه؟ تدي مين على دماغه؟ ده بس هو الواحد مش عايز يتكلم كلام الحقيقه قد يزيد من اشياء كتيره جدا. انا امبارح كنت بتكلم ان احنا عندنا كاس الامم وكذا وكذا وكذا، فلكن تمام. عموما الايام القادمه هنشوف كتير جدا، هنشوف مثل هؤلاء المسؤولين الحقيقه اللي كان من الواجب عليهم ان هم يلموا الموضوع، مش ان هم يبوظوا الدنيا اكتر وهم اللي يبداوا الموضوع، خصوصا مع واحد بتاريخ كابتن احمد فتحي، واحد بلاعب منافس زي محمد الشناوي. الحقيقه محمد الشناوي واحد من اللاعبين المحترمين جدا والمؤدبين جدا، لعمرنا ما بنشوفه يعمل اي حاجه ولا سمعنا عنه اي حاجه. ان انت كمسؤول تنزل في الممر الاستاذ محمد جمال العاصي المدير التنفيذي، وبالمناسبه الاستاذ محمد جمال العاصي كان اعتقد شغال في اداره التسويق في النادي الاهلي في فتره سابقه، فعشان كده اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان هنسمع من الكلام ده كتير جدا، لان هي الدنيا بقت كده خلاص. من الواضح ان الدنيا بقت كده، ان انت ازاي تستفز الناس اللي قدامك عشان توقعهم في غلط، ولكن احنا دايما بنبقى مع الصح حتى لو كان لعيبه النادي الاهلي غلطانين، حتى لو كان لعيبه النادي الاهلي غلطانين هنطلع نقول ان لعيبه النادي الاهلي غلطانين، ولكن الحقيقه كل الكلام اللي انا قريته واللي انا شفته من شهود عيان داخل ارض الملعب، وناس كثيره بعتت لي مسجز منهم ناس كانت واقفه في الواقعه قالوا لي لا ان اللي حصل ان نفس الكلام اللي كريم قاله، كريم احمد مراسلنا من ارض الملعب قال هذا الكلام بالظبط، ان الاستاذ محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي بيراميدز بدايه الاخطاء، واحنا معانا هنا حد خبير في هذه الامور لانه كان او ما زال الحقيقه بيراقب بعض المباريات. انا ما اعرفش هل سبب وجوده في الممر ده كابتن ده اول خطا من وجهه طبعا يعني طبعا ما اعرفش لائحيا، ولكن ما ينفعش هو الجهاز ويبقى في كشف مع الحكم متحدد الجهاز اللي موجود في الملعب الناس اللي قاعده بالظبط. لا انا بتكلم على الممر، هو ممكن يكون الممر نزل. ما هو الممر ده اللي جاي من الملعب لتحت، لا هو المفروض يبقى بره الاريا دي خالص، المفروض يبقى بره الاريا، فدي اول خطا طبعا طبعا خطا يعني. تاني حاجه واضح ان الموضوع كان على الملأ وناس كثيره شافته، فلازم يكون المراقب المسابقات موجود وحضر الواقعه، لان الواقعه دي لازم يتحقق فيها، لان نتج عنها خناقات ومشاكل وتكسير، فلازم يبقى في تقرير اكيد هيكتب فيه الكلام ده. ننتظر بقى العقوبات، وبعدين بنظر العقوبات بتبقى على المسؤولين اكتر، لان المسؤولين دول اللي هم منوط بيهم التهدئه. اتمنى ان يكون هناك بالظبط كده، اتمنى يكون هناك تحقيق في هذا الموضوع والمخطئ ياخد جزاءه. وبالمناسبه لو اتضح لينا ان مخطئ، وطبعا انا متاكد بنسبه 100% لان انا عارف احمد فتحي وكلنا عارفين احمد طبعا. فتحي وعارفين محمد الشناوي، لكن انا متاكد 100%، ولكن اذا كان هناك من هو مخطئ من لعيبه النادي الاهلي صدقوني اول ناس هتطلع تقول هذا الكلام احنا، لكن اللي احنا سامعينه لغايه دلوقتي من حوالي 10 مصادر او 8 مصادر، 7 بعتوا لي وكريم احمد، 7 منهم كده ومنهم كده، يعني مش هينفع اقول طبعا اسماء، لكن اللي انا بقوله لحضراتكم ان حتى الان هي روايه واحده وواضحه جدا ان احد المسؤولين وهو الاستاذ محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي بيراميدز ابتدى يستفز لعيبه النادي الاهلي خصوصا احمد فتحي. وبعدين بقى يعني انا هبقى احكي لكم قصه محمد العاصي مع احمد فتحي دي بعدين، انا هبقى احكي فيها كتير لو اضطرتني الامور ان انا احكي فيها. فلماذا احمد فتحي؟ فانا عندي قصه كامله ليها خلفيات، يعني ليها خلفيات كتيره، ولكن انا ممكن احكي قصه كامله لكن مش وقته ان انا اتكلم في هذا الموضوع. لكن اللي انا بقوله اتمنى لو كان هناك عندنا اتحاد كره، انا متاكد اتحاد كره محترم، اتحاد كره قوي، يقدر ياخد عقوبه على اي حد مهما كان هذا الرجل او مهما كان هذا المسؤول ومهما كان اسمه. فمن فضل حضراتكم اذا كان هناك خطا من احد المسؤولين في احد الانديه، فمن فضل حضراتكم خدوا الاجراء المناسب لهذا الموضوع
اذا كان هناك من هو مخطئ من داخل النادي الاهلي فمن فضل حضراتكم خدوا الاجراء المناسب لهذا الموضوع. هو ده اللي هنقدر نقوله دلوقتي. لكن في حاجات كتيره جدا اخرى انا شخصيا عارفها وممكن اتكلم فيها، بس مش هينفع اتكلم فيها دلوقتي. طيب اخيرا يا بلال.